أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. أنا قلقت عليك. قلت أجي أشوفك كويس وبتتهرب مني. ولا بعد الشر عليك تعبان. إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ أنا من البني آدمين اللي ممكن ينشغلوا فجأة يختفي. وأنا ما اعترضتش بس أفهم. ما هو مفيش طاقة ساعات كده. تعناني قوي. جديدة دي، أول مرة أسمعها، بس كل مرة بتبقى علشان سبب مختلف. تعناني ليه؟ فضلت تلف حواليا، خلتني اتعلق بيك وعايزه افضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقه. انا ما كنتش بصدق ان ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الافلام والاغاني القديمه. لا، في انت عملت فيا كده. الغريبه بقى إن أنا كمان حصل معايا نفس الحاجة، بس مع واحدة تانية. هي كمان مشغولة بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت، انت كلمتيه وهو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني. جاي تفتش عليا يا سيادتك؟ والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته، انا قلت لك ايه؟ بابا انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جت لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت تزعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلت له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زحمه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني ما فيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبازي يا عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصه خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع او ملعبك حبتين. انت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك. انا مش هسمح لك باي تجاوز، انا اخوك الكبير. ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للابد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني. لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قلت الجرحي كلها. انا ماشي فيري ناستي. هل حد يوصلك؟ في 60 سلامه. سيبها تمشي يا عمته. سيبها تمشي يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا من اللي في دماغها ده. أنت متأكد؟
اصل اللي انا شفته بيقولوا غير كده، مجرمه وبرنس. انت مش فاهم برضه اهو، انت مش فاهم. بص اصل موضوع انا كنت مكسل اقوم اخد شاور حبيبي. اهم حاجه صحتك، اهم حاجه صحتك، اصلها جميله قوي. يوه بص انا جاي مصر 24 ساعه عشان اطمن عليك وراجع. انت لحقت؟ ايوه يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونه بكره اسبوع، بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي حاجه اشربها. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جبتيه. على فكره انت شكلك بقيت احسن شويه. سامع بيقول ايه؟ لا مش سامع، ثلاث ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب اعملي لنا قهوه بقى؟ ماشي اشوف ايه ناقص ورقه عشان امضي. تعالى يا مختار. تعالى. انا كنت عايز اكلمك على الكومباوند الجديد. بص مختار انا قلت لك مش هفتح باب الحجز لغايه لما تخلص كل حاجه. خلص. الو. يا نعيم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متاكد؟ لا لازم اشوفك دلوقتي حالا. مسافه السكه. سلام. في ايه يا مختار؟ هقول لك بعدين. طب هكلمك عشان اطمن عليك. سوري. ماله ده؟ مختار، لا مختار دايما مستعجل. هقعد عشان تقرا تقرا. القهوة دلوقتي. القهوة جاية صدقني، القهوة جاية. يعني انجز عشان عدى من الثلاث ساعات ربع ساعة. عيني انا تحت امركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصله لحد ما قابلناه. خد يا اخويا اهو، اديني جبت الفلوس. اشتري له اكلة حلوة وسجاير وحط له فلوس في امانات السجن. حاضر. حلاوتك يا موس. انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكرة الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. يا سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه؟ راجلي وبحبه. وتروح تسجل اسمك قبل ميعاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال يعني. هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنيينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودنها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا. انا واثق فيه. يودينا في داهية إن شاء الله. إن شاء الله.